بحروفها تتنزل البركات، وبها يزول الهم والكربات. هي ذكرنا، هي عطرنا، هي نورنا، إن تسألوا عنها اسمها الصلوات. يسبي قلوب العاشقين جمالها، ويغار من بسماتها النسمات. يسبي قلوب العاشقين جمالها، وتغار من بسماتها النسمات. ولعطرها سر عجيب، إذ به تمحى الذنوب تضاعف الحسنات. سل كل من والى الوصي عن اسمها، سيجيب فورا إنها الصلوات. ولأننا في سيد الأيام في يوم الجمعة، وجميل جدا من الإخوة الأعزاء خدام العتبة العباسية المقدسة، الأخوة في جمعية كشافة الكفيل، أنهم اختاروا هذا اليوم تيمنا بحبيبنا صاحب الزمان، الذي نطلب منه الحضور هنا حتى يبارك لنا حفلنا هذا. ولأننا في يوم الجمعة، يوم صاحب الأمر، أرواحنا فداه، ندعوه معنا ليبارك احتفالنا هذا. وفي نفس الوقت ماذا نفعل؟ نندبه سلام الله عليه. طال النوى يا طالب الثارات، طال النوى يا طالب الثارات، ويقيننا لا شك يومك آتي. ونرى انتظارك منهجا وعقيدة، بل أفضل الأعمال والقربات. ندعو بتعجيل الظهور تشوقا لك، والدعاء يجاب بالصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وصل لعباده القول بإمام بعد إمام لعلهم يتذكرون، وأكمل الدين بأمنائه وحججه في كل دهر وزمان لقوم يوقنون. والصلاة والسلام على من بشر به وبأوصيائه النبيون والمرسلون، محمد سيد الورى وآله مصابيح الدجى إلى يوم يبعثون. ولعنة الله على أعدائهم ما دامت السماوات والأرضون. برعاية الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، وتحت شعار أجيال على خطى الأنبياء، تقيم جمعية كشافة الكفيل التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة فعاليات الحفل الختامي لبرنامج التطوير الحسيني الشامل السابع، حفل القبول والترفيع. السيدات والسادة، خدام القمر، ضيوف القمر، كل ضيوفنا الأعزاء سعداء بهذه الوجوه الطيبة مع حفظ الألقاب الأسماء والمقامات. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعة خير وعافية وسرور وسعادة لجاه محمد وآله الطاهرين. قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ قال أفضل العبادة قراءة القرآن. خير ما نستهل به هذا الاحتفال المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا قارئ ومؤذن العتبة العباسية المقدسة
القارئ محمد رضا الزبيدي، فليتفضل مشفوعا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فهذا يا أيها
واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا للهجرة، وفاء منا لشهداء الإسلام، وفاء منا لشهداء العراق لأمواتنا وأمواتكم. نقف إجلالا لقراءة سورة الفاتحة المباركة. ونستثمر هذا الوقوف المبارك للاستماع إلى لحن الإباء، نشيد العتبة العباسية المقدسة. Oh,
شكرا، حفظكم ورعاكم رب العزة وأنظار محمد وآله الطاهرين، لا سيما من نحن في رحابه قمر العشيرة أبي الفضل العباسي سلام الله عليه. باسمكم نقول للقمر: إليك يا معلم البر والخير والكرم والتقوى، إليك يا مدرس الوفاء والصفاء والشهامة والإباء، إليك يا قمر العشيرة، يا قمر بني هاشم، إليك يا حامل اللواء ويا بطل العلقمي، إليك يا حامل ضعينة ويا ساقي عطاش كربلاء ويا قائد الجيش ويا ظهر الولاية والإمامة، إليك يا باب الحوائج ويا باب الإمام الحسين عليه السلام، ويا أيها العبد الصالح، إليك يا أبا الفضل العباس، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن سيد الوصيين، إليك سيدي ونور عيني، ألف تحية وسلام من خدامي وضيوف القمر في رحاب فعاليات الحفل الختامي لبرنامج التطوير الحسيني الشامل السابع، حفل القبول والترفيع. نبقى بداية مع كلمة ترحيبية سيداتي سادتي، وهي كلمة جمعية كشافة الكفي التابعة إلى قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، يلقيها الدكتور زمان الكناني مسؤول شعبة الأنشطة والمخيمات في قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة. يتفضل مشكورا مشفوعا بذكر محمد وآل محمد. أحسنتم كشافة الكفيل، خدام الكفيل إن شاء الله في هذا الوقت ومستقبلا، بورككم وطيب الله أنفاسكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السادة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات والمسميات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حللتم أهلا ونزلتم سهلا في العتبة العباسية المقدسة في منشآت مجمع الشيخ الكليني في حفلنا، حفل جمعية كشافة الكفيل لهذا العام. نسأل الله تعالى أن يتقبل جميع الجهود، جميع من ساهم في إنجاح برامجنا وفعالياتنا على مدار العام. كان أبناءكم معنا بشكل أسبوعي أو شهري أو بشكل متواصل، فرأينا أن نجمع بعض الملاحظات ونلقيها أمام حضراتكم، مدراء المدارس، أولياء الأمور، السادة المهتمين في شأن الشباب والفتية وما يتعرضون له من أصناف وأشكال الحروب الخفية والحروب الإعلامية والفكرية التي أصبحت تهدد جميع الدور، جميع المجتمعات، الأسر. كل منا بدأ يشعر بالخطر. نحن في جمعية كشافة الكفيل أخذنا على عاتقنا أن ننهض بهذه المهمة، مهمة مواجهة هذا المد، هذا الهجوم العاصف الذي بدأ يفكك الأسرة من الداخل، بدأ يفكك ويفصل الأم عن بنتها، يفصل الأب عن ابنه. هذا الخطر الداهم، الخطر العميق الذي كلنا نستشعر آثاره وتداعياته، أصبح هماً ثقيلاً على كاهلنا في جمعية كشافة الكفيل. صممنا جميع برامجنا وجميع فعالياتنا وأنشطتنا وفقاً لهذه التحديات وهذه التهديدات الخطيرة في الأعوام الأخيرة.
تمثلنا بقول الله تعالى في عزيز خطابه ومحكم كتابه الكريم، قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمتنا في جمعية كشافة الكفيل بأسلوبنا الخاص. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أدوات، له أساليب، له طرائق متعددة، أصبحت طرق الأب والأم والمدرس والمعلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستسيغها الطالب، لا يجيد التعامل معها بشكل ويتقبلها بطريقة تثمر وتصلح، بل نجد النفور، نفور الشباب من عقائدهم، من ثوابتهم، من تقاليدهم. البنت بدأت تخالف أمها في طريقتها، الابن بدأ لا يقتنع بما يسير عليه الأب ويقول له هذا الأمر أصبح قديماً ولا يفي بمتطلبات العصر، يعتقد أن أباه أصبح من الماضي. هذه الخطورة التي نستشعرها أنا وأنتم تحتاج إلى طرائق حديثة وعميقة وملامسة لوجدان الشباب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. برامج جمعية الكشاف الكفيل تلاحظ هذه الجزئيات، تلاحظ هذه المهام، هذا الواجب الشرعي، الواجب الأخلاقي، الواجب الفقهي الذي يقع على عاتقنا والذي هو من فروع الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف نقوم به في هذا العصر الذي نعيشه اليوم وهو عصر الحروب التركيبية، عصر الحروب الهجينة كما يسميها فرانك هوفمان في منشوراته الأخيرة في جامعة فيرجينيا. يقول: أصبحت الحروب اليوم حروب تركيبية وهجينة تستثمر كل المقدرات والطاقات الاقتصادية والإعلامية والطاقات الثقافية، نوجهها باتجاه الأمم والشعوب حتى نكسب هوى وأفكار وأذهان ونفوس وقلوب أبنائها فيكون أصدقاء مسالمين طائعين لا مرغمين على تحقيق أهدافنا، أهداف العدو. طبعاً هذا الموضوع يدرس، موضوع له منظمات، له مؤسسات، ونحن غافلون. إن شاء الله في جمعية كشف الكفيل لا توجد هذه الغفلة، نحن نجلس ونراقب بدقة وبعناية كيف يتحرك العدو، كيف أساليبه، كيف يفكر. نقرأ كثيراً، نطالع كثيراً، نراقب كثيراً، ونصمم البرامج ونصمم الفعاليات والأنشطة ومفرداتها وبدقة متناهية حتى اختيار الأساتذة وفقاً لهذه التحديات ولهذه التهديدات. لأن الوضع بدأ يسير باتجاه خطير جداً، أضرب لكم مثالاً. اليوم بدأت المسألة لا تواجه بطريقة الندية، يعني ما يقول أنا ما أريد الدين، ما أريد أقل. المفهوم بدأ يتعرف بشكل آخر، يعني بدأت التعريفات تختلف. دين نعم أنا أقبل بالدين، أخلاق أنا أريد الأخلاق، بس تعريفك للأخلاق شنو؟ تعريفك للعقيدة شنو؟ بدأ يتلاعبون بمن؟ انقلاب المفاهيم، إعادة تعريفات للأشياء. الله، الله يعني الحب، ماكو داعي أنا أصلي، الحب في قلبي وقلبك كافي. إذا أنا إحنا نشعر بالحب وهو هاي خلص، هذا توحيد. لاحظ منين يدخلون للشاب، يعني تعريفات الأشياء، مفاهيم الأشياء بدأت، وهذا أخطر إخواني. الانقلاب الناعم أخطر بكثير من أي انقلاب عسكري أو انقلاب سياسي. الانقلاب الثقافي والناعم يسير ويدب في جسد الأسرة وجسد المجتمع والأمة، ولا نشعر به إلا أن نشاهد تداعياته بعد 5 أو 10 أعوام، ولا نعرف ماذا سنفعل حين ذاك. واجهنا وشاهدنا ماذا جرى قبل سنوات عندما انقلب علينا أعز أبنائنا وطلابنا، وقفوا أمام المدارس وقالوا لا دوام، وصفقوا للمدير والمدرس وانهالوا عليهم بالشتائم، وشهدنا ذلك. لماذا؟ لأنه انقلاب ناعم، نحن لم نجعل المصدات والدفاعات الكافية له. إن شاء الله هذا اليوم هو حفل قطف الثمار، هو حفل
جني هذه الثمار الطيبة. أبناءكم استمروا معنا طيلة سنة 2023 وبعضهم من قبل ذلك. نحن سنكرم البعض، سنرقي البعض، سنقبل البعض الجديد من خلال الكثير من الفعاليات ومن فقرات هذا الحفل ستشاهدونها تبرز بعض ملامح التربية وبعض ملامح التركيز على غرس القيم وغرس هذه المبادئ والثوابت في نفوس وعقول أبنائكم. أسأل الله العظيم أن يوفق جميع الجهود التي شاركت من جميع أخواننا في أقسام العتبة العباسية المقدسة، أخص بالذكر سماحة المتولي الشرعي دام الله عزه، كان دائما الاهتمام بالكشافة ودائما الدعم لبرامجها. الأمانة العامة متمثلة بالسيد الأمين العام والسادة الأعضاء جميعا دام الله تأييدهم، الأخوة في رئاسة قسم الشؤون الفكرية الثقافية وفقهم الله، الأقسام والشعب كانت دائما لنا مساندة وداعمة. لم نستطع أن نصل إلى أي إنجاز أو إلى نحقق أي نجاحات لولا تضافر هذا الدعم وتضافر هذه الجهود من جميع الاتجاهات. دعم أولياء الأمور، مدراء المدارس، الجمعيات الكشفية الأخرى في داخل كربلاء وخارج كربلاء كانت لها أيضا معنا تعاون مستمر، السادة المسؤولين في وزارة التربية العراقية ووزارة الشباب والرياضة العراقية أيضا كانوا سباقين في فتح القلوب والأذرع للتعاون معنا في كافة برامجنا. نشكر الجميع، جميع من ساهم. نطالب ونداعي كثيرا بأن لا تتوقفوا عند هذا الحد، نريد أن تحثوا أبناءكم على الاستمرار والدوام، لأن الاستمرار والدوام أصعب من الوصول إلى هذه النقطة التي وصلنا إليها بفضل الله تعالى وببركات محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. كثير الشكر والتقدير إلى جناب الدكتور زمان الكناني مسؤول شعبة الأنشطة والمخيمات في قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية على كلمته. أجيال على خطى الأنبياء، حقيقة شعار رائع وجميل وموفق من الإخوة الأعزاء في جمعية كشافة الكفيل. خاتم الأوصياء مولانا الحبيب الغالي صاحب الزمان هو خاتم أو وارث الأنبياء، ولطالما في كل وقت وحين لا سيما في يوم الجمعة نندبه ونقول متى ترانا ونراك، أليس كذلك؟ سيدي لسان حال كل الحاضرين الأعزاء، متى أراك وذابت في الشفاه أتى، متى أراك وذابت في الشفاه متى، أمسكت هذا السؤال المر وانفلتا، متى أراك سؤال كان حدثني لكنه في دموعي فجأة صمتا. تعال تعال يا أيها المسكون في ولهي وغصن شوق الذي في حيرتي نبتا، عيناي عيناي أرضان تمتدان من ظمأ، عذرا سيدي، عيناي أرضان تمتدان من ظمأ، من ماء عينيك حتى الآن ما ارتوتا، متى أراك سؤال غاب في شفتي، متى أراك سؤال غاب في شفتي، وسوف يخبو بها حتى يقال أتى. سيأتي ذلك اليوم، ولو بقي يوم واحد في هذه الدنيا لطول الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم حتى يخرج قائم آل محمد ليملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. على حبه نسمع الصلوات على محمد وآل محمد. الكلمة الآن من ضمن فعاليات هذا الاحتفال المبارك كلمة الإخوة الأعزاء في وزارة التربية
الجمعية الكشفية العراقية يلقيها جناب الأستاذ نائب رئيس الجمعية الكشفية العراقية، وهو أيضا أستاذنا الأستاذ محمد عبود مدير عام التربية الرياضية والنشاط المدرسي في وزارة التربية. يتفضل مشكورا مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. الأخوة الحضور من سادة بالأمانة العامة العتبة العباسي المقدسة من شيوخ وفاق مشايخنا الكرام، أعضاء مجلس إدارة جمعية الكفيل الكشفية، ممثلي جمعيات الكشفية، ممثل وزارة الشباب والرياضة، الأخوة الحضور والضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية ننقل لكم تحيات معالي وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري والأستاذ حسين صبر اللامي رئيس جمعية مجلس كشافة العراق، وأحب من هذا المكان أبارك للأخوة في جمعية الكفيل الكشفية على هذا المهرجان الكشفي الحسيني. سعيدين جدا بهذه الكوكبة من الشباب والأطفال، ها هي الكشافة العراقية تنهض من جديد. نحن دائما نقول هذه الأمة أحيانا تمرض لكنها لا تموت، وأنا من هذا المكان أحب أنقل رسالتين. الرسالة الأولى، هذا التجمع المبارك هو رد على كل هجمة تطال أبناء العراق وأبناء العالم الإسلامي، وأثني على كلام دكتور زمان كناني أنه الفترة الأخيرة نواجه تحدي فكري إلحادي، غزو فكري جاءنا من وراء الحدود، ومثل ما تعرفون يعني الغزو جاءنا عبر التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا. ولهذا الكشافة العراقية دائما تفخر أن برامجها الكشفية تخلق رجال من خلال الأسرة، من خلال قادة الكشفيين، من خلال أولياء الأمور. والشعر يقول إن الغصون إذا قومتها تلين ولا تلين إن كانت من الخشب. وهذه النبتة هؤلاء الأطفال الزهرات حينما يتراعون في برامج كشفية تعيد لنا هيبة أمتنا الإسلامية. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق تجدونها في الكشافة بالوعد والقانون، تجدونها من خلال الجهود التي تقيمها جمعية الكفيل وبمباركة من العتبة العباسية، تعطي رسالة أنه هذا البلد كلما يمر فعلا هذه الأنشطة تعطينا رسالة إيجابية أنه نحن إن شاء الله تعالى في طريق صحيح. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، هناك إخوة وأطفال لكم في غزة في فلسطين، هذه أكبر رسالة من هذا التجمع المبارك، أنه نحن نعلم هذا المكان تضامننا معهم. وأنا من خلال منذ بدء الخليقة احتلت فلسطين والقدس 52 مرة عبر التاريخ، آخر 4 مرات احتلت تم تحريرها على أيدي شعب العراق، على أيدي هؤلاء الثلاثة. وأنا أسمع النشيد الوطني هل أراك سالما هنا، سالما بكم، غانما بكم. ولهذا اليوم تجمعنا من خلال الإخوة في جمعية كشافة الكفيل في ترفيع هذه الكوكبة من الشباب الرجال القادة للمستقبل، أنه هذا البلد يمشي على طريق صحيح ومن أرض كربلاء المقدسة هذه البقعة المباركة. عندما نبعث هذه الرسائل نشعر جميعا أنه الحركة الكشفية تسير بخطوات ثابتة عبر مجلس كشافة العراق. وأنا من هذا المكان أشكر جمعية الكفيل الكشفية والعتبة العباسية، وأقول لكم لقد أتعبتم من جاء بعدكم، وجزاكم الله ألف خير على هذه الجهود والبرامج الكشفية التي ساهم في صناعة الفرد العراقي. لا أريد أطيل عليكم، حبيت من هذا المكان أن أشكركم مرة ثانية وثالثة ورابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر كثير لجناب الأستاذ محمد عبود مدير العام للتربية الرياضية والنشاط المدرسي في وزارة التربية، وهو نائب رئيس الجمعية الكشفية العراقية، على كلمته في رحاب هذا الاحتفال. بالمناسبة، كثيرا نحن سعداء بكل ضيوفنا الأعزاء من خارج كربلاء ومن داخل كربلاء، كما قلنا خدام وضيوف القمر، حياكم وبياكم مرة أخرى في رحاب فعاليات الحفل الختامي لبرنامج التطوير الحسيني الشامل السابع، حفل القبول والترفيع. عنوان الوفاء كله تجسد في شخصية قمر العشيرة أبي الفضل العباسي سلام الله عليه، وحيث رسمت هذه المعاني أبياتا تقول: كل المواقف للوفاء قد انحنت خجلة أمام مواقف العباسي، كل المواقف للوفاء قد انحنت خجلا أمام مواقف العباسي، قد صاغ من عبق الوفاء بعزمه قيما بها ذهلت عقول الناس، قيما بها ذهلت عقول الناس. بطل تسامى في العطاء لدينه، نصر الحسين لآخر الأنفاس. نعم المحامي حين وكل يومها بحمى الحسين ورهطه الأقباس. نحن في الأيام الأخيرة من عام 2023، أليس كذلك إخواني؟ فبالتالي انطلاقاً من الرؤية العامة لجمعية كشافة الكفيل، حددت الجمعية بدورها مجموعة من الأهداف سعت لتحقيقها في سنة 2023 من خلال إقامة مختلف الأنشطة والمخيمات والبرامج. فرد شيء بسيط نذكره: عدد الطلاب المستفيدين من برامج الجمعية كانوا 2800 طالب، عدد الزائرين المستفيدين من برامج الجمعية 2000 زائر، عدد الدروس التي قدمتها الجمعية للطلاب 1000 درس، عدد الدروس التي قدمتها الجمعية للزائرين 600 درس، وعدد المواهب اللي تم اكتشافها وتدريبها 150 موهوب. والقائمة تطول، لا نأخذ وقتا طويلا منكم، دعونا نشاهد سوية هذا الفيلم الذي هو من إنتاج كوادر جمعية كشافة الكفيل. وقتا طيبا نتمناه للحاضرين جميعا. وأقدم خدمة للمجتمع، وأتمنى من كل هذا
انه توفى نصر صاحب العصر والزمان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وحتى اكون مستعد لنصره الامام المهدي لازم اولا اغير من نفسي، وانطلقت بهذا التغيير من المنهج المعد بالكشافه. اي طالب من قبل بالكشافه يدخل ببرنامج القبول، هذا البرنامج يستمر 3 اشهر ويتكون من منهج شامل ورش في العقيده والتفكير والتربيه الكشفيه وايضا التنميه الذاتيه، اضافه لانشطه فرديه وانشطه جماعيه تعتمد مبدا التعلم والممارسه. وفي نهايه كل برنامج يجرى اختبار لقياس الاثر وتحقيق الرصانه العلميه. وقدمنا لهم الوعي الفكري من خلال محطات التدريب
المسرحيات والقصص 10 أيام أجنبية ويخدم الإمام حسين ويزور الإمام حسين. كانت أيام استثنائية كل الاستعدادات والأنشطة السابقة لأجل هاي العشرة. مواقع التواصل الاجتماعي مجانية؟ أكيد لا، لأن قاعد يأخذون شيء أثمن من الفلوس اللي هو مقدمه. هل الأهداف هنيه؟ أكيد، لأن الأهداف هي اللي تولي مفاجآت الإنسان. لا لا، it's a normal thing. Just talk with me, okay? Yes. ده هاد دوام. موجه هنيات. ما صار شيء يخلص بورد الجمعية بإنشاء مثل هكذا قاعدة إن شاء الله تعالى سيكون له أثر طيب في المستقبل القريب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعون على كادر الجمعية وإدارة الجمعية بالتوفيق والسداد إن شاء الله تعالى لمثل هكذا أعمال في المستقبل. ومن المخيمات اللي أقامتها الجمعية وأتمنى أنضمها من المستقبل مخيم تنمية القيادات، هي يجيبون لي أشخاص يدربون على القيادة حتى يصيروا قادة بالجمعيات مالاتهم. بعدما وجدت وزارة الشباب والرياضة ووجدت وزارة التربية متمثلة بمجلس إشراف العراق والجمعية العراقية الكشفية، وجدوا الجد والاجتهاد، وجدوا صفات هؤلاء الشباب العاملين فعلا تقترب من صفات المولى فضل العباس لأنه مثلهم الأعلى وقوتهم ونموذجهم له، فقرروا أن تكون دورة دراسة الشارع الخشبي هذه السنة في كربلاء. اقترحنا ذلك على الإدارة العليا مشكورين في الأمانة العامة لفضل العباس المقدس، جاءنا رد الموافقة والدعم المفتوح، وكانت القلوب قبل الأيدي مفتوحة لاستقبال هذه الدورة. أعطتنا رسالة واضحة أن نعتبر داخلك هو إلى الكشافة العراقية. جمعية كشافة الكفيل نهنيهم على هذا الدفاع أولا، ونهنيهم على الكوادر اللي موجودة في هذه الجمعية لأنه كعضو خلية نحل واحدة. وجوه حقيقة تفرح القلب. الله يحفظ أولادنا، وبالتالي من يرعاهم حفظهم ورعاهم وسدد خطاهم. إخواننا، الرعاية الأولى للأب والأم، والرعاية الثانية التي فيها يعني طاقة إيجابية كبيرة الأخوة الأعزاء في الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة قسم الشؤون الفكرية والثقافية، وبالتحديد في جمعية كشافة الكفيل. شكرا ل هذا الفيلم وإنتاجه كما قلنا لكوادر جمعية كشافة الكفيل.
ما أدري تعبنا، ممكن نأخذ هدوء، ولدنا وأحبائنا بالأخير. أسوي لكم فرد قصة صغيرة. كان يا ما كان حول اللغة، كان أكو فرد فتى صغير بعمر 10 سنوات تقريبا. هذا الفتى عاش في صراع مع نفسه في بداية حياته. هو بالتحديد يلعب ألعاب رياضية، يلعب ألعاب إلكترونية، لكن في نفس الوقت ماذا نجده في وقت الصلاة؟ يصلي في الوقت المحدد، شاطر في دروسه وأمور كثيرة. على كل حال، هذا العنوان نريده من كل أبنائنا، أن يكون منظم لوقته. كما قلنا إخواني، هذا الفتى الصغير إضافة لكل هذه الأمور هو مشارك في جمعية كشافة الكفيل حتى يطور قدراته ويطور ماذا؟ مهاراته. لا أخذ وقت كبير منكم، رح أنتقل بالصوت والصورة بكل ما رويناه في هذه القصة لذلك الفتى اللي رح يعيش صراع ما بين نفسه وما بين الشيطان، لعنة الله على الشيطان اللعين الرجيم، وسيقول أنا الأقوى. مسرحية سنشاهدها معا من تأليف الأستاذ مرتضى العظيمي، مساعد مخرج محمد هادي، الإخراج علي جبار، والإشراف العام الدكتور زمان الكناني. وقتا طيبا أتمناه للجميع. ولا فسادا والعاقبة للمتقين، صدق الله العلي العظيم. استلهمت إدارة جمعية كشافة الكفيل رؤيتها ورسالتها من وحي كتاب الله العزيز وسنة نبيه الخاتم وأهل بيته الكرام صلوات الله عليهم أجمعين، فتشكلت منظومة عقائدية وأخلاقية رصينة في الوجدان، تتصل بإرادة حديدية تكافح من أجل تطبيق واستنزال القيم والمفاهيم إلى الواقع العملي لدى أجيال من الشباب والفتية، تكاد أن تطالهم دوائر الأوهام والشك والترديد عبر أدوات الفضاء المجازي المنفلت بكل ما يحمله من أعباء وتحديات أرقت الأسرة المسلمة وهددت التماسك الاجتماعي وجعلته على المحك في أخطر جولات النزاع المعقد بين معسكر الحق والباطل. ذلك الوعد الإلهي الذي يمدنا بالطاقة والإرادة كلما أصابتنا رشحات الفتور والكسل، يقرع أذهاننا بأن نصمد ولا نتراجع عن رؤيتنا بأن تمثل جمعية كشافة الكفيل رقما كبيرا في المعادلات العراقية والدولية، كونها مصدر الطاقات والمواهب والمبدعين ومركز صناعة القادة الممهدين للظهور المقدس، قادرين على بناء الإنسان القائد والمفكر المصلح، قادرين على أن نحول التحديات إلى فرص للنهوض والتحصين، مستمدين قدراتنا من المواقف البطولية للقائد العظيم أبا الفضل العباس عليه السلام في أصعب محنة عرفها تاريخ البشرية والتي خرج منها منتصرا وستنتصر يقينا. هذا التقرير الذي بين أيديكم ما هو إلا لمحات ومشاهد سريعة لعديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والمشاركات تسعى بمجموعها لبناء الإنسان الصالح المتكامل القادر على قيادة المجتمع إلى ما فيه صلاحه ونجاحه، المنتج للكتلة الصالحة القادر على التأثير في إصلاح وتغيير الأوضاع الثقافية والاجتماعية والسياسية، وصناعة القائد المفكر والعابد الواعي والعالم المخلص القادر على خلق أجيال من الشباب مع قضاياها المصيرية ويواجهون التحديات الكبرى بوعي وإدراك وحضور علمي وميداني. كما لم تغفل الجمعية عن تطوير القدرات الخاصة بقادتها ومدربيها عبر برامج ودورات توعوية تخصصية لتلقي بظلالها على أداء جمعية كشافة الكفيل كما ونوعا، آملين أن يكون عملنا المتواضع هذا في عين الله تعالى وموضع قبول لدى صاحب الأمر
عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحمد لله، لقد أتممت صلاة الفجر بوقتها، والآن علي الذهاب إلى النوم، لأن اليوم هو حفل القبول. قلبك وحياتك وقتك وكل شيء. لن أسمح لكم. لن نأخذ علما منك، فنحن نفعل ما نريد. ليس لأحد أن يفعل ما يريد إلا الله الواحد القهار. ها؟ وماذا أعطاك الله؟ أعطاني نعما، أجل نعما كثيرا لا تعد ولا تحصى. أنت لا تفهم شيء، فنحن أقوياء، نحن أقوياء ولدينا السلطة والقوة. أجل، لدينا السلطة والقوة. ربي الله هو القوي العزيز. لا تستطيع الصمود، ستسقط، لأن تيارنا أقوى وسوف تغرق. لن أغرق، ولكن ألا تعلمان؟ ماذا؟ نحن لدينا مراكب التقوى، من يركبها ينتصر ويجتاز بحر الظلمات بسلام. ولكن لقد غرق الكثير ولا زالوا. كلا، لن نغرق في تفاهاتكم، سننجو. كيف؟ كيف تنجو أيها الضعيف أمام قوتنا؟ ننجو
بالله واتباع النبي وآله ننجو بقراءة القرآن والعمل به، بالالتزام بالصلاة، باحترام الوالدين وجميع الصالحات. أنت مخدوع، أنت ضعيف. أنا أقوى منكم. ها؟ وكيف تكون أقوى منا؟ أنا أقوى منكم لأنني مؤمن بالله، أستمد قوتي من مصدر القوة والخير والنور. كفى، عليك أن تأتي معنا، سوف تعيش حياة أفضل من حياتك هذا. أجل، عليك أن تترك حياتك البائسة وأن تأتي معنا وأن تفعل كل ما نقوله لك. لعنكم الله، لا أريد شيئا سوى رضا الله تعالى. لكن نحن لدينا كل شيء، وسوف نعطيك كل ما تتمنى. سوف نعطيك هاتفا ذكيا، دراجة هوائية، ألعاب وأموال كثيرة. ما رأيك؟ وما المقابل؟ ماذا أصنع؟
إن كنت ترجو الفوز يوم الموعد لتنال في الجنات أشرف مقعدي، لا تنس ذكر الآل، آل المصطفى عند الصلاة على محمد وآل محمد. شكرا كثيرا كثيرا لكل هذه الجهود الجميلة لعمل مسرح حقيقة متميز جدا جدا جدا. شكرا لكل الكوادر فيها، وشكرا لإخواننا في جمعية كشافة الكفيل، والعنوان الأكبر شكرا للعتبة العباسية لهذا الاحتفال المبارك لأبنائنا وأعزائنا في مرحلة التطوير الحسيني الشامل السابع في رحاب هذه الاحتفالية. من ضمن كوادر جمعية كشافة الكفيل محمد مهدي، طالب من الطلاب اللي هو التحق بجمعية كشافة الكفيل قبل 6 سنوات تقريبا، كان عمره صغير، كان في الأول متوسط، الدرج في خدمة المولى أبي الفضل العباس سلام الله عليه، وفي رحاب يعني تطوير قدراته في رحاب جمعية كشافة الكفيل. هو الآن بكل فخر مرحلة أولى كلية هندسة، هذا فرد شيء مفرح، أتمنى التوفيق لكل أبنائنا وأعزائنا. محمد طالب التزم بجميع الدروس والنشاطات والمهرجانات، تميز بأخلاقه وهدوئه ورزانته، المهارات اللي تعلمها في الكشافة ويجيدها الآن، تقديم البرامج، الإنشاد والردة الحسينية، المهارات القيادية، وأيضاً ماذا؟ عرافة الاحتفال. سيشاركني بالصوت والصورة لباقي فقراتنا. نستقبله بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولله درء من قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أحبتي الكشافة، ها أنتم مرة أخرى مستعدون لاعتداء المنصة بعد عام متواصل من بناء الفكر والمعرفة وتطوير المهارات والعمل الجاد. تستذكرون مراسم عبوركم في العام الماضي وسلسلة الاختبارات التي نجحتم في اجتيازها، وأما الآن مع مراسم تفريعكم من الكشاف المبتدئ إلى الكشاف الثاني، فليتفضل القائد الكشفي محمد هادي، فاستقبلوه مكللا بذكر محمد وآل محمد. نطلب من عناصر مرحلة الكشاف المبتدئ القيام والتوجه إلى النصر. على بركة الله تم اجتياز مجموعة من طلبة جمعية كشافة الكفيل مرحلة الكشاف المبتدئ إلى الكشاف الثاني، ونحن اليوم بصدد أداء الوعد الكشفي أحد مراسيم هذه المرحلة، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا للخدمة المشرفة، وبناء الشباب على نهج محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. هل أنتم مستعدون للقيام بالواجبات الدينية؟ هل أنتم مستعدون للدفاع عن الوطن والمقدسات؟ هل أنتم مستعدون لخدمة المجتمع ونصرة المستضعفين؟ هل أنتم مستعدون للعلم والعمل؟
أعد بشرفي أن أبذل جهدي لكي أقوم بواجبي نحو الله ثم الوطن. أساعد الناس في كل حين وأن أعمل بقانون الكشافة. الصالح. نعم.
أعد أن أبذل جهدي لكي أقوم بواجبي نحو الله ثم الوطن، وأعد نفسي لنصرة صاحب العصر والزمان، وأن أعمل معروفا كل يوم، وأن أعمل بقانون الأشبال. Yeah.
وقد أينعت الثمار، وأنتم اليوم تجنون ثمار جهودكم مكللة بالنجاح والقبول. مبارك لكم القبول وأنتم تستعدون لارتقاء المنصة بارتداء المنديل وأداء الوعد الكشفي. نترككم أيها الأحبة مع القائد الكشفي عباس مالك لبدء مراسيم القبول والانضمام للحركة الكشفية، فحيوه مكللا بذكر محمد وآل محمد. السادة الحضور جميعا، مع حفظ المقامات والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلب من الكشافة القبول التوجه إلى المنصة. الآن تبدأ مراسيم أداء الوعد الكشفي لفئة الكشافة مرحلة القبول. على بركة الله ينضم مجموعة من طلبة محافظة كربلاء المقدسة إلى فرق جمعية كشافة الكفيل، ونحن اليوم بصدد أداء الوعد الكشفي، وهو أحد مراسيم الانضمام والقبول في الحركة الكشفية. سائلين الله عز وجل أن يوفقنا للخدمة المشرفة وخدمة أبنائنا وبناء الشباب على نهج محمد وآل محمد. هل أنتم مستعدون للقيام بالواجبات الدينية؟ هل أنتم مستعدون للدفاع عن الوطن والمقدسات؟ هل أنتم مستعدون لخدمة المجتمع ونصرة المستضعفين؟ هل أنتم مستعدون للعلم والعمل الصالح؟ هل أنتم مستعدون للدخول في فرق الكشافة؟ الوعد الكشفي. أعد بالشرف أن أبذل جهدي لكي أقوم بواجبي نحو الله ثم الوطن. أعد نفسي لنصرة صاحب العصر والزمان. عجل الله فرجه الشريف، وأساعد الناس في كل حين، وأعمل بقانون الكشافة. Bye.
أمنا الآن ندعو أحبتنا وأعزتنا من فئة الأشبال الذين تميزوا باجتياز برنامج واختبارات تطوعية هذا العام ليرتقوا المعسكر لتأدية مراسيل التطوع. فليتفضل الطالب الجشيمي عباس مالك فحيوا بالصلاة على محمد وآل محمد. أفلح وصلى على محمد وآل محمد. الآن تتوجه إلى المنصة أشبال طول. ينضم مجموعة من طلبة الأشبال من محافظة كربلاء إلى فرق جمعية كشافة الكفيل. ونحن اليوم بصدد أداء الوعد الكشفي وهو أحد مراسيم القبول والانضمام إلى الحركة الكشفية، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة المشرفة وخدمة أبنائنا وبناء الشباب على نهج محمد وآل محمد. الآن تبدأ مراسيم أداء الوعد الكشفي. هل أنتم مستعدون للقيام بالواجبات الدينية؟ هل أنتم مستعدون للدفاع عن الوطن والمقدسات؟ هل أنتم مستعدون لخدمة المجتمع ونصرة المستضعفين؟ هل أنتم مستعدون للعلم والعمل الصالح؟ هل أنتم مستعدون للدخول في فرق الأشغال؟ الوعد الكشفي أعدوا أن أبذل جهدي لكي أقوم بواجبي نحو الله ثم الوطن. أعد نفسي لنصرة صاحب العصر والزمان وأصنع معروفا كل يوم وأعمل بقانون الأشغال. Oh.
لماذا بقراءة دعاء الفرج لمولانا صاحب الزمان نقف إجلالا لقراءته سوية مع عزيزنا محمد مهدي. عطر الأفواه لذكر محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجتي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا محمد وآل محمد.